ديالا صباح الخير. صباح النور، كيف اول شيء نعاد عليك وعليكي وعلى الجميع ان شاء الله. هذه انا بدي اياك هذه السنه بدي اياك تكون هيك نفسيتك مرتاحه ان شاء الله على الكل. منيح انا صر كل شيء منيح. اليوم بدنا نحكي هيك عن الخطوات ليصير الواحد اكثر ايجابيه. مزبوط. طبعا يعني كثير ناس بلشوا هيك سنتون ديالا وبحطوا هيك تارجتس، بدي اضعف بدي اعمل سبور. طبعا مش هذا موضوعنا اليوم، بس كمان هذه السنه لاول مره لاحظت في كثير عالم على السوشيال ميديا ما بدها تتغير، بدها تضلها هي، لانه الناس يمكن تعبت او ما عبالها تفوت بتحديات جديده، انه خلص على الاقل ابقى مثل ما انا، انا وحده منهم على فكره، كنت اقول قبل بدي اعمل سبور وبدي وبدي وبدي، هول كلهم لغيتهم، قررت بس هيك احاول انه اتسيطر على غضبي. مزبوط. وخفف تعصيب، صح. ما بعرف اذا حعرف اتعامل مع الموضوع، بس انه على الاقل شوي شوي فيني اجرب، مع انه اول يوم بواحد فئتك حسيت حالي معصبه تقول لا قريب بكير بكير بعدنا بواحد. بكل الاحوال شو هي الخطوات اللي هيك نتبعها على مستوى حياتنا، على مستوى عاداتنا، على مستوى الأشخاص اللي حوالينا لنكون أكثر إيجابيين؟ صح. بالرغم من كل شيء بيمرق حوالينا. خلينا بس نقول شغلة، أنه اليوم إذا قلنا لحدا للأهل وقت يقولوا لأولادهم بي بوزيتيف، أو المرة للرجل أو الكوبل أو الرفقة، ما حنصير بوزيتيف. سو هيدي فكره انه بنطلع ونقول بي بوزيتيف وحنصير ايجابيين، ونحن بنحسب الشخص الاوقات الشخص بالمقابل لانه بيكون نقد. اوكي، فالايجابيه منا كبسه زر، منا انا حصير ايجابي، منا انا اخذت قرار بدي اكون ايجابي. طب كيف يعني؟ ما انا بدي انتبه شو الافكار اللي عم بتخليني اصير سلبي، بدي فضي شوي هالكبايه السلبيه، وشوي شوي ما سيطر على الأفكار، مع انتباه، مع انضباط، شوي شوي رح صير أكثر إيجابية. فهالانتقادات اللي أنا سلبي كتير أو أنا ما بكون إيجابي، انتقادات الشخص هو لحد ذاته، يعني هالسلف نيجاتيف سلف توك، كترت انه انا ماني منيح، ما بعرف كون ايجابي، حياتي منا منيحه، هيدي اول شغله لازم ننتبه لها، يلي هي نحن كيف عم نحكي مع حالنا. لانه انا اذا زدت الكريتيك لنفسي مش مزبوط انه رح اتغير، بالعكس رح تقل ثقتي بحالي، رح احس حالي، رح اعمل ليبل لحالي انه انا شخص سلبي، انه انا ما بقدر. والناس اللي حواليك بيزيدوا هذا الشيء، يعني مزبوط. بسرعة على التعبير بيصيروا له هذا كثير كثير هيك بتقعد حده، يعني مثل الهم ومثل كله هم وغم، يعني ما بيريح. انه اذا قالوا له خلص وتغير وشوف الحياه بطريقه حلوه كانه خلص حيتغير، بس هي فعليا لا، بدها وعي لحتى نكون عن جد واقعيين. بدها اول شيء وعي، بدي انتبه انا شو هالافكار اللي كل يوم عم فكر فيها، لانه بالنهايه كل ما فكر بشغلة هي عم بتأثر على تصرفاتي، عم بتأثر على عاداتي، عم بتأثر على شخصيتي. بقى هون شوي شوي بدي انتبه له. أول شيء التفكير، هل أنا قاعد عم بستعمل كلمات عم بتأثر علي بطريقة سلبية كتير؟ يعني كلمات مثل دايماً، أنا دايماً من منيح، أو كل مرة بيصير هيك، هو بيكون فعلياً مش مزبوط، مش كل مرة، بكون أنا عم بعمم. بس وقت أخذ هول الكلمات واستعملهم بالأمور السلبية بحياتي عم بتأثر علي بطريقة سلبية، عم بتخلي نهاري عن جد سلبي. بدل ما يكون عندي 10 دقايق أنا معصب فيهم، نهاري كله عم بيعصب. بدل ما يكون عندي 10 دقايق سلبي الوضع، عم بتخلي نهاري كله. وبالتالي أول شيء بنتبه لهول الكلمات اللي عم بستعملهم. ما قالي حظ. مزبوط. وهيدي كمان عم بعملها مثل فيكست مايندسيت، يعني أنا خلص هاي هي، حطيت هالاتيكات، حطيت هالليبل على حالي وما بقى حجرب. ليه ما بقى حجرب؟ لأنه بتصير self-fulfilling prophecy، يعني أنا مفكر أنه ما بقدر، حأتصرف بهالطريقة لحأبروف لحجرب أقنع حالي كمان ورح مزبوط، ولحط حالي بهالسيركل السلبية ولحقولها شفتوا ما أنا بعرف أصلاً ما كان في لزوم جرب، أنا بعرف أنه أنا شخص سلبي. هيدي أول طريقة كتير مهمة. الشغلة الثانية انه بدنا نعرف انه مزبوط في امور اليوم صعبة، يعني انا ما بدي فوت على الفيك بوزيتيفيتي انه وبعدين الواحد يكون ايجابي مش معناتها دائما مبسوط، اكيد في زعل. هون كيف بدي اتعامل انا مع الحزن؟ كيف بدي اتعامل مع اللحظات الصعبة؟ بدي اعبر انه مزبوط اليوم اذا في اشياء بتزعلني بدي ازعل، بس بدي اعرف شو هني، وبدي انا جرب يكون عندي شوي هالوعي والذكاء العاطفي اذا بدك لحتى اقدر سيطر عليهم. يعني انا ما بدي اخفيهم لحتى اقول انا شخص دائما مبسوط وانا دائما مسيطر، لا، في عندي اوقات سلبيه مزبوط، في عندي اوقات حزن، ولكن انا بعرف كيف سيطر عليها وبعرف اعمل شيء توازن بالمقابل. واللي هي كمان بنوصل على نقطه ثالثه، في مره بتذكر كثير منيح مثل اعطاني استاذي بالجامعه بكندا،
انه انت اذا بتمسكي قنينه مي لشويه وقت ما حتوجعك ايدك، انت منيحه مش الحال. امسكيها لوقت اكثر حتوجعك اكثر، امسكيها كل النهار مع انه نفس القنينه خلص ما رح تقدري بقى تحركي ايدك، حيصير عندك اوجاع كثير. نفس الشيء للمشاكل اللي عنا اياها بحياتنا، يعني انا اذا بفكر فيها بوقت خلص بعدها منيحه، بعدني قادر اعطيها وقتها، قادر اعطيها حقها. بس اذا حفوت بكثره التفكير بنهاري الكامل بكل مشاكلي لحط كل المشاكل واقعد افكر عليها، هون حتاثر علي، حتاثر على نفسيتي، حصير عندي اكتئاب لانه ححس حالي دائما عاجز، ححس بفشل، ححس ب عدم سيطرة على الأمور، أو حعمم المستقبل وححس كتير بقلق وححس بتوتر وحانتقل، حيصير عقلي بين أنا كل حياتي ما كنت ماشي حال أو أنا كل مستقبلي ما رح يمشي الحال. بيسوى واحد هيك يجزئ المشاكل؟ مزبوط، بدنا نجزئها وبدنا ناخدها عقد حجمها، وإلا بتكبر إذا بدك الأمور كتير، بنحس حالنا ما قادرين نسيطر، بنحس المشكلة كتير كبير ونحن كتير ضعاف. بدنا ناخدها وحدة وحدة، مشكلة مشكلة، وكمان بدنا نشوف كيف بدنا نتعامل مع المشكلة. يعني في مشاكل إلى حل، اوكي بدي اخذ المشكله مثل ما هي وبدي احط مع بدها انتظام وبدها ديسيبلين، 1 2 3 الستبس اللي انا بقدر لاقي لها حل. وفي مشاكل مش بايدي، يعني هون بدي العب على المشاعر، كيف بدي اقبله، في واقع صعب بدي اقبله وبدي جرب ركز على الامور اللي انا بقدر سيطر عليها، لانه انا اذا ركزت كل الوقت على الامور اللي مش بايدي اللي ما بقدر اغيرها هون ححس انا بعجز، وححط حالي مثل كانه انا ضحيه، وبدي اعيش حياتي كانه انا ضحيه المجتمع وضحيه الظروف. كثير بشعر هذا الشعور على فكره، تحسي حالك انه انت دائما الشخص اللي ما بتزبط معه الاشياء، صح. انت الشخص اللي كل العالم بينقبله بس انت لا، انت الشخص اللي كل العالم بيزبط مكياجهم بس انت الوحيد، صح. اللي بيطلع غلط، اللي بيفتح المحل على دورك بيسكر، صح. في ناس عندهم هذا الشعور دائما انه بس انا ما بتزبط مع هذه الشغله. مثل ما قلتيها هون كل العالم، هيدي نوصل لنقطه ثانيه كمان عم بتكون اللي بيقلل من الإيجابية هي المقارنة الخاطئة، يعني كل العالم منيح، هل عن جد كل العالم أحسن مني؟ طب أنا كمان بدي روق وفكر بالكلمة، بعدين أنا وقت أقارن قدي عم ساعد حالي، بالعكس عم بحس كأنه هني أحسن وأنا أقل، صح. بدل ما انتبه على نقاط قوتي، يعني تعودنا نشوف الأشياء السلبية بحالنا وننتقد حالنا. السلبي بغيرك كمان دايما، يعني ما بتعرفي شو في مخبى جوا، صح. واليوم مع السوشيال ميديا ديالا بتحسي إنه اليوم في ناس بيوحوا لك انه الحياه كثير مرسومه، صح. خلينا نقول يعني بتشوفي شكلهم ظابط، يعني خليني اقول مثلا اعطي اكزامبل، بتلاقي حدا بيكون حدا مزعوج مثلا خليني اقول من شعره، بتلاقي المقابل حدا دائما هيك مرتب صح، يمكن ما بيعرف انه هذا الشخص مثلا بيحط له 10 اكستنشن بشعره، يمكن وقت يطلعوا على حدا ما بيعرفوا انه منفصله عن زوجها، عندها 100 مشكل، عندها 100 خبصه، كل هذه الامور ما بتشوفها. مزبوط، مشان هيك هون حضرنا المقارنه، لانه ما رح نقدر اصلا بنكون عم نركز على حياه الاخر، بدل ما نقول هيك شوف انا اليوم شو بقدر سيطر على حياتي انا، اذا بدي اقعد واحكي لنفسي بطريقه سلبيه كل الوقت اقول هن احسن وانا اقل وهن بيقدر وانا ما بقدر، هون انا حفوت بدوامه السلبيه وما رح اقدر صير ايجابي. بعدين نقطه كثير مهمه كمان، اذا واحد عنده هدف بحياته عنده امل اكثر انه يصير ايجابي، ليه؟ لانه عم بحقق ذاته وعم بحقق اهداف كل يوم، يعني انا ما عالق بالماضي وما قاعد عم بقول ما فيها شيء الحياه، بالعكس رغم كل الظروف انا عندي هالهدف اليوم حابب اوصل له، وقتها اوصل لهالهدف وحقق هالهدف هون بكون عم بحقق ذاتي شوي، وقتها تعلى الثقه بنفس بتضيف الواحد شخص، هيدي هي مزبوط، بتزيد الايجابيه بحياته، وهيدي الايجابيه خلص بتزيد يعني كثرة بتزيد ايجابيه معه، بصير انا اذا كنت مبسوط مثلا بعائلتي لانه حققت هدف بقدر ركز على شغلي، هون بشغلي انا كل يوم بحقق هدف زياده بشغلي طور حالي، هون كمان بوقف وبنتبه لهالامور، لانه نحن امرار كثير بنهارنا بنركز على الامور السلبيه، صح. وبننسى طب اوكي هيدا النهار كان سلبي، طب اعطيني نهار ثاني كان ايجابي، مثلا علاقتي ما زبطت، اوكي طب شو صار شيء ايجابي بشغلك؟ هالتوازن انه خلينا نكفي الجمله، وقت نحن ننتبه شوي انه مزبوط انا خبرت نص الخبريه، يعني طب اوكي كان عندي مشاكل كثير ب مثلا بشغلي اليوم، طب وين كانت الاشياء الحلوه بالعائله مثلا؟ خلينا نجرب نلاقي توازن، اليوم انا ما عم بقول انه الحياه كلها حلوه،
بس اذا بلشنا بفكره هي الحياه صعبه يعني الفيك بوزيتيفيتي خليني اقول صح. بس هي الفكره انه لك انا على الجريب بوزيتيفيتي بتطلع معي مش بوزيتيفيتي anyway. اللي بدي اقوله انه الفكره بس انه اوقات في ناس بيعترضوا على الاشخاص اللي كثير بيعتبروهم كثير ايجابيين انه انتم هيك عم بتصوروا الاشياء مش مثل ما هي بالواقع. بس اوقات بمحل حلو هيك تسجلي لحالك انه لا انا ولو كنت مزعوجه من هيدي وهيدي وهيدي بهيدا الوقت بس انا هيدي مبسوطه من حالي فيها شايفه حالي فيها كانت شغله حلوه. بتعرفي بتعلي له معنويات للشخص لانه اوقات بتحسي وقت واحد يكون مزعوج من حاله ديال او منه كثير مرتاح هذا الشيء بشل كثير اشياء حواليه. يعني اعتبر اذا انا هالايام معصبه وانا عم جرب فتش على شغل تاني مزبوط. بتحسي حالك ببطل بدك تفتشي على الشغل لانه انت مزعوجه بتيأسي بتصيري تستسلمي لا ما بدي صح. ما بدي بتصيري تستغني عن الاشياء بسهوله وكانه فيت على شغلي وانا ماني مامنه فيها. وهون وقت قلت انه انا بدي افكر بالامور الحلوه بحياتي نوصل. مشان هيك بنقول دائما بالكلينيك بنقول عن جد اكتبوا الامور اللي انتم يعني عندكم امتنان لها. الجراتيتود مهمه لانه انا مزبوط عندي كثير امور سلبيه بس بعد في بنهاري امور كثير حلوه. مزبوط ما قدرت احقق كل شيء بس على القليلة خليني عدد ووقتها اكتبون ببينوا أكتر عندي وبيأثروا علي بطريقة إيجابية. يعني ما بخلي ساعتها بس الأفكار السلبية هي اللي عم بتسيطر علي أنه مزبوط في أمور صعبة ولكن عم بعدد الأمور الحلوة بحياتي لحتى أرجع أنتبه لها لحتى أرجع عززها شوي. لأنه إذا بدي أترك حالي لكترة التفكير والأوفر ثينكينج رح فوت دغري بطريقة سلبية صحيح. ولكن إذا بقعد مع حالي بقول أنا اليوم شو الأمور اللي بحبها بحياتي شو الأمور اللي بحبها بحالي مين الأشخاص اللي عم بيدفولي هالطاقة الإيجابية علي مين الأشخاص اللي أنا مبسوط معهم وين الأمور اللي أنا حققتها شو الأمور اللي أنا رغم كل الصعوبات قدرت أتغرب عليها. وهون منكون كمان عم نعزز المرونة يلي هي بتضيف للإيجابية وبتفوتي بسيركل أكتر أنه أنا بقدر أنا أقوى من الظروف أنا ما رح أيأس رغم كل الظروف عندي طرق وعندي أفكار تقدر تخليني تصير إيجابية. لأنه اليوم إذا واحد أفكاره سلبية وأفكاره بيعممه أو بيكبره أو بيضخمه الأمور السلبية لو قد ما عطيتي أشياء إيجابية حدا زعلان. بينما الشخص اللي ما قادر يحصل على كل شيء بس عنده مايند سيت إيجابي عنده طريقة تفكير بعيد عن هول التشوهات الفكرية اللي بنسميها بيقدر يكون إيجابي أكتر بيقدر يتحمس لبعض الأمور وكمان بيصير هو بيعطي إيجابية للشخص اللي حده بيصير هن بيتعاونوا لحتى يفكروا بأمور يعني يقدروا يكملوا بالحياة ويكون عندهم مرونة أكتر. بتعرفي بحس أنا بالآخر كله بيرتبط أدي بحجم الثقة بالنفس أدي هيك أنت قبلاني حالك أدي أنت صح. مستعدة تقولي لا أنا بحب شكلي هيك ما بحب يكون يعني أنا ما عبالي يكون هيك غير شكل غير حدا أنا بحب يكون مثل ما أنا في أحلى مني بلا في أحلى مني بس أنا بقبل حالي وبحب حالي هيك بحب أدي بعرف بحب يمكن كيف بحكي ما بحب هالشغلة بس واحد أدي هيك بده يقتنع بحاله. ديالي هيك علمتي عنا إنه وقتها مثل ما قلتي أنا بحب هالشغلة معناتها قبلين وهيدي أول نقطة للتغيير. يعني العالم بفكروا إنه أنا بدي أنتقد حالي لغير بس هي بارادوكس بالعكس. علم النفس أثبت بس تقبلي حالك وتحبي حالك هو حب الذات والشعور بالراحة مع النفس هو اللي حيخلي الشخص يقدر يتغير. هيدي نقطة كتير مهمة نبلش فيها. ديالا بس هيك آخر سؤال المعالجين النفسيين اللي الأشخاص بيقصدوهم تيساعدوهم تيعملولهم سوبر بحياتهم هل من الممكن هن كمان يمرقوا بأزمات؟ أكيد. يعني في حدا بيفوت بديبرشن بحس حاله في نيجاتيفيتي بحياته هو بحاجة لمساعدة خاصة أنه بتكون ولا هن بيقدروا they can treat themselves بتعرفي يعني. في حسب مثلا أنا بعرف أنه كل نهار بكون عم بسمع النيجاتيفيتي وأنا أوريدي شخص حساس بمتص هولي بس بعرف الأمور اللي بتريحني أكتر. يعني أنا بعرف أنه الموسيقى بتلعب على الدماغ وبجرب ركز على الموسيقى اللي بحبه. بعرف انه الطبيعه تعطيني هالامل بحياتي اللون الاخضر بيبعت الامل. بعرف انه الحركه بمشي شوي حد البحر مثلا بعرف انه هول الامور بتزيد الاندورفين سو وقت شوي شوي تنتبهي وبعدين بتركزي اوكي انا هيدي الامور اثرت علي كتير كيف فيني اوقف وارجع شوي اعرف كيف بقدر انا ظبط صحتي النفسيه لحتى كمان انا ما فوت بدوامه سلبيه. ديالا شكرا على هذه المعلومات. يعني نتمنى انه كل الناس تستفيد منها هذه السنه خاصه نحن بحاجه لها لنقدر نتعامل مع الوضع اللي نحن فيه. مصر. بريك صغير وبنرجع نتابع فقراتنا من صباح اليوم. انطرونا.